أعزائنا وأحبائنا مشاهدي قناة لوجوس، أهلا بكم وبرنامج باختصار. والنهاردة هنتكلم عن السلام في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها. سيدنا صعب جدا ان واحد يشعر بالسلام او يحس بيه. العالم كان مختلف خالص الاوقات اللي فاتت، او بمعنى اصح السلام بقى هربان من كل واحد فينا، وكل الوجوه لما تيجي تبص لها هتلاقي وجوه عابسة كده والسلام هربان منها خالص. باختصار يا سيدنا، ازاي واحد يقتني السلام ويعيش فيه؟ أول حاجة الواحد زي ما كنيستنا بتقول دايما صلاة الشكر في كل مناسبة واشكره في كل حين، كل حاجة واظبوا عليها مع الشكر. إنما التذمر يزود فقدان السلام. طب وليه؟ طب وش معنى أنا؟ طب وإزاي؟ كل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم رب يسوع شاكرين الله والآب. وبعدين ده في واحد تحصل معاه معجزة كبيرة أوي ينسى يشكر، زي العشرة البرص حصلت معاهم معجزة، كانوا في ضيقة كبيرة وكانوا في عار وفي الآخر خفوا نسيوا يشكروا. فطبعا يعني سهل فقدان السلام إذا الواحد مش متعلم يشكر. كمان الواحد بيفقد سلامه من ناس كتير بسبب إنه مش واجد لهم عذر، بينما هو لما بيغلط عايز الناس تعذره. فدايما اتعامل مع الناس عشان ما تفقدش سلامك مع الناس كتير ويحصل خناقات كتير، إنه زي ما أنا بطلب إن هم يعذروني كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم. هكذا إذا هم مش يعني بطالبهم إنهم يعذروني، يعني مثلا أنا لو اتأخرت عايز كل الناس تصدق عذري، لكن لو حد اتأخر ببقى متضايق أوي. ففكر بمبدأ العذر. ونفس الكلام ده المسيح عمله مع العبد الشرير. العبد الشرير ده كان واحد عليه دين كبير، فالمسيح سامحه، أو يعني سيده سامحه. فخرج لقى واحد عليه دين صغير، قال له لا مش هسامحك، ما رضيش يعملوا بنفس المبدأ. فراح سيده الكبير سمع ندابه وقال له انا احاسبك على كل حاجه. زي ما انت عايز الناس تحاسبك حاسب الناس، مش هتفقد سلامك بسهوله. كمان اتعلم ان انت المشكله اللي هي السبب الاساسي في فقدان سلامك، احنا اولاد ربنا ناخد نفس المشكله دي ونعملها موضوع صلاه ونصرخ بيها لربنا، مش ناخد نفس المشكله دي ونقعد نحكيها لكل الناس، وكل ما تحكي الحكاية تتقلب عليك المواجع، وأحيانا تختار ناس مش مناسبين عشان تحكي لهم، فتزداد المشكلة سوء، أو يشوروا مشورات تغرقك أكتر وتخليك تغلي وتتغاظ أكتر. يعني شاول مثلا لما كان بيغير من داود مش راح يقول لناس عاقلين مثلا فقالوا لا ده بيحبك وهدوه، لا سخنوه أكتر واستغلوا الموقف، فصار داود بالنسبة له هو العدو. الواحد اللي يكون فقد سلامه يعني ما يتلمش على واحد تاني فقد سلامه ويقول له فضفض مع بعض، ده يسموه في الأمثال يقول لك اتلم المتعوس على خيب الرجاء. فدول يقولوا ربع من هنا وربع من هنا والاتنين يسخنوا بعض. أهم حاجة في فقدان السلام شوف هتقعد مع مين. ما فيش حد يبقى مع الإنجيل أو ما في جلسة هادية مع ربنا، لكن ما تقعدش مع حد يزودك فقدان سلام. كمان اتعلم تنسى الإساءة أو الخسارة. تعلم تنسى الإساءة أو الخسارة. كل حاجة بتتعوض. يا ناس بعد ما طلعت خالص فقدت كل حاجة ورجعت تاني ريستارت من جديد. اتعلم تفتكر أعمال الله معك في الماضي. أنا فقد سلامي بس ربنا عمره ما سابني قبل كده، أنا مش ناسي لما جابني وشالني وحطني، وكنت كذا مرة على وشك أني أضيع وربنا في الآخر خالص أنقذني. الله هو أمس واليوم والأبد، زي ما كان زي ما يكون، كما كان وهكذا يكون، يبقى ربنا هينقذني. ذكريات الماضي دايما تخلي الواحد يقول لا لسه ربنا مش عايز يتخلى عني، هو عمره ما تخلى عني قبل كده. كل ده يخلي الواحد في ذهنه أنه ما يضطربش بسهولة. كمان في حاجة تانية بتخلي الواحد يفقد سلامه كده بدون مناسبة، لما يكون عايز يعمل إنجازات كتير قوي في وقت واحد فيشيل أكتر من طاقته. مثلا بعض السيدات مثلا عايزة تاخد بالها من العيال، وعايزة تذاكر عشان مش عارف تاخد شهادة إيه، وعايزة تشتغل، وعايزة تشوف بيتها، وعايزة تشوف تخدم مش عارف مين، في الآخر جالها انهيار. يعني لأنها ما ينفعش كده، يعني لازم حاجة لا تحمل نفسك أكتر من طاقتك، فتلاقي نفسك متوتر بدون داعي. وتذكر القاعدة الذهبية إنه اللي حصل ده وحش ومضايقني قوي وأنا فقد سلامي بسببه، بس كان ممكن يحصل أوحش من كده، كان ممكن قوي يحصل يعني كارثة. صحيح اللي حصل وحش بس في كارثة أكبر، زي اللي راح سافر بره واتصل بأهله وقال لهم أنا هعمل عملية هيقطعوا لي رجلي عشان عملت حادثة،
يا ابني ازاي؟ واتخضوا قوي. 5 دقايق كده راح مكلمهم وقال لهم لا انا مش هعمل عمليه ولا حاجه، انا كنت ده كلام مش حقيقي. يا ابني ازاي تقول لنا الحاجات دي فيها هزار؟ قال لهم اصل في خبر وحش قوي عايز اقوله لكم، هم مسافرين ويدرس بره بقى وصارفين عليه. قال لهم انا سقطت في كل المواد. قال لهم مش مهم، المهم ان انت كويس. فهنا افتراض ان كان ممكن يحصل حاجات وحشه قوي تخليني ارضى باللي انا فيه. فاحيانا كتير ارضى باللي مش عاجبني لان كان ممكن يحصل اوحش، فما استمرش في فقدان السلام. ممكن نلخص الكلام ان الواحد في حاجات ينساها وفي حاجات يفتكرها، وفي حاجات الواحد لازم يتوقع ان كان ممكن يحصل اوحش من كده، ويتعلم يشكر، ويتعلم ان هو يأجل ردود الأفعال برضو أحيانا لما يكون فاقد سلامه عشان المشكلة ما تزيدش، ويتعلم أنه يعذر، يبص للناس بنظرة أن هو عنده استعداد يعذرهم. كل ده يساعد على أن الإنسان يحتفظ بسلامه بقدر الإمكان. مع التدريبات الجميلة نيافة الأنبا بكير قالها لحضراتكم، ربنا يديكم كلكم أن أنتم تحسوا بالسلام وتشعروا بيه بجد. أمين يا رب. كل اللي بيسمعنا دلوقتي ربنا يملأ قلبه بالسلام. شكرا لحضراتكم، ونشوفكم في حلقات قادمة برنامج باختصار. شكرا نيافتك سيد.